يا صباح الفل على احلى متابعين في الدنيا. وحشتوني قوي. انا النهارده عامله لكم فيديو مهم قوي، احسن من الفيديو بتاع امبارح. انا النهارده عامله الفيديو ده للبنات بس. ازاي تشقطي راجل او تشنكلي عريس بتحبيه وعايزه تتجوزيه؟ في حاجه غلط. كنت كاتبه ايه؟ افتكرت. صباح الفل على احلى بنات. انا عامله الفيديو ده النهارده مخصوص للبنات بس. ازاي تشنكلي راجل، وخصوصا بقى الراجل الرخم اللي عامل فيها تنك من بنها، مش مركز معاكي. عايزه تعرفي الراجل ده. متاخر، ده سر بينك انت وصاحبتك، لكن هو ما يعرفوش. دي حاجه. الحاجه التانية ودي الاهم، لازم نمسك نفسنا. والله يعني بلاش ماسك الايد، ما تتعبيش نفسك، انت هتبقي نجمة. لا يا حبيبتي، انا نجمة غصب عنك. انت عارفة عدد مشاهدين فيديوهاتي قد ايه؟ أكتر من 350 ألف واحد. يا بنتي العيال اللي أنا بعلمهم الكتابة فيديوهاتهم أرقامها عدت الفلنكات. أنا لولا المخروبة اللي أنا عايشة فيها دي دلوقتي كان زماني عديت أنا كمان من زمان يا ماما.